دشن طواف دبي الدولي نسخته الثانية بمشاركة 128 دراجا بمرحلة ويستن دبي التي أقيمت لمسافة 145 كيلومترا، بداية من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومرورا بشارع الصفوح وشارع الشيخ زايد وشارع الأصايل وصولا إلى خط النهاية عند عالم الدولة في بيت الاتحاد بمنطقة الجميرة. وتوج البريطاني مارك كافندش بطل العالم السابق في سباقات الطريق الفائز ب 43 مرحلة في مسابقات دولية باللقب، وقطع المرحلة في زمن قدره 3 ساعات و25 دقيقة بمتوسط سرعة 42 كيلومترا فارز 439 متر في الساعة. ونجح متسابق فريق كويك ستيب البلجيكي من خطف الصدارة فريق بسيط عن الإيطالي أندريا جوارديني من فريق إستانا برو الكازاخستاني، وجاء الإيطالي إيليا فيفاني من فريق سكاي البريطاني في المركز الثالث، وحل رابعا الروسي ألكسندر بروسيف من فريق كاتوشا الروسي. وشهدت الأمتار الأخيرة وبالتحديد في أواخر 1000 متر من السباق تغير الصدارة أكثر من مرة، إلا أن الفريق البلجيكي نجح في خطف الصدارة في الأمتار الأخيرة.